السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وصل رياض، دخل رياض، بابا 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 رياض، زدت واحدة رياض، اسمع البن ناصر، خطأ وخطأ وخطأ، راح نقتلهم وخطأ في هذه اللحظات، نقتلهم مش بالمعنى القتل، لا 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 لا، يعني حبيت نقول بأنه راح نقضيه عليهم كرويا وفنيا في هذه اللقطة. ها يا رياض لو حطيتها في الجول، ها يا رياض، ها يا رياض، مخالفة على خط ال 18، اسماعيل محرز يستعيد لتنفيذ هذه المخالفة، حطها في الجول يا رياض، 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 با 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 جول. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.